اليوم الرجل الغامض قرر ياخذني على السفرة الفلسطينية الرمضانية وتحداني اعمل اكلتين اللي هن القدرة الخليلية وكمان المسخن الفلسطيني، وهدول الاكلتين لازم اعملهم ب 100 درهم او اقل من هيك. بدنا نبلش بالقدرة الخليلية. قدرة الخليلية، نعم. يا سلام، بس تسمع صوت البصل اصلا بلش جوع دغري فورا يعني. هلا طلع ريحة البصل مع السمنة، يا سلام. بعدين الثوم. ثوم بدك معلقة تحرك شوي. والله يا ريت إيه؟ بس اللحمة اللي طبخناها اليوم كثير طريقتها حلوة عن جد؟ ايوه. اول شيء شعرفك ان انا واكل. ايوه يا عيني. ما لازم تدوقها يا عيني. اللحمة يا سلام، هي مع ضريبة كمان طلعت 80 درهم، يعني احنا اقل من 100 درهم. فان ماكينان